بأرق الترحاب أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نناقش فيها قضايا وحكايات المدينة، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: التدهور المتسارع للعملة الوطنية يفاقم المعاناة المعيشية ويهدد بانهيار الاقتصاد. الموروث الشعبي هوية تقاوم النسيان، ومحمد الإيطالي شاب فضل أن يكون شريان حياة في المجتمع. مشاهدينا الكرام، في أولى فقرتنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة في جولة إخبارية سريعة. تسلمت الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن مسودة اتفاقية أوكرانية لإعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية ورفع قدرتها التوريدية إلى 100 ميجاوات. الاتفاقية المزمع توقيعها خلال الأيام القادمة من الحكومة وشركة بيت سيرفيز الأوكرانية تأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة الصيف الساخن في عدن وتغطية العجز في الطاقة. دشنت جامعة عدن إصدار البطاقة الإلكترونية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم والموظفين الإداريين ضمن توجه لتطوير وتصحيح بيانات الجهاز الوظيفي في الجامعة. مشروع البطاقة الإلكترونية يؤسس كما تقول رئاسة الجامعة لقاعدة بيانات عن موظفي الجامعة وكافة منتسبيها وصولا إلى أرشفة جميع بيانات الجامعة إلكترونيا. تعتزم لجنة طبية دولية تنفيذ عدد من الأنشطة الداعمة لصندوق النظافة بمحافظة لحج في إطار الجهود الرامية لإعادة تطبيع المدن المحررة ومواجهة انتشار الأوبئة القاتلة. اللجنة الدولية وخلال لقائها محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي ناقشت إمكانية المساهمة توفير بعض الأدوات الأساسية لصندوق النظافة وكذا تنفيذ حملات ميدانية لرفع أكوام القمامة في عاصمة المحافظة. استمرار هبوط الريال اليمني ينذر بكارثة اقتصادية، وحده المواطن من سيتجرع ثمارها الفاسدة. تدهور الاقتصاد الوطني وتراجع مستوى الدخل الفردي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة هي الفاتورة الأكبر التي يدفع ثمنها اليمنيون الذين باتوا مهددين بالمجاعة كما تقول الأمم المتحدة بفعل حرب الانقلاب التي تدخل عامها الثالث. كيمنيين الوضع الحالي طبعا خيالي جدا، اللي كان بيشتري حاجة بسعر 200 دولار ما يعادل ب 46,000 الآن كان ياخذها بحدود 67,000، يعني ارتفاع 20,000 و21,000 ما هوش قليل يعني. الحين المواطن صعب عليه انه يشتري نفس القدرة الشرائية زي الفترة الأولى. منذ العام 2015 والعملة المحلية تفقد قيمتها النقدية أمام العملة الأجنبية، وسجلت تراجعا كبيرا بنسبة تجاوزت 70%، بلغت ذروتها مطلع العام الجاري 2017 حيث وصل سعر الصرف إلى 370 ريال يمني مقابل الدولار الواحد و97 ريال يمني مقابل الريال السعودي الواحد. نحن نعاني من شحات وعدم توفر سواء النقدية من العملة الأجنبية أو العملة المحلية اليمنية. أثر علينا ارتفاع العملة الأجنبية وتدهور العملة المحلية في سبب ارتفاع الأسعار علينا وعلى المواطنين. مشكلة هذه البلاد أنها كلها سيرة، ما في حاجة تصنيع بالبلاد، ضروري ترتفع مع الدولار. الدولار ارتفع، الأسعار ارتفع كامل. حقيقة يعني في تجار كثير إذا استمر الوضع على هذا بيفلسوا. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية نتج عنه ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للحياة، الأمر الذي أضاف أعباء جديدة على كاهل المواطنين في عدن المعتمدين بشكل رئيسي على مرتباتهم الوظيفية التي لم تعد هي الأخرى منتظمة إن لم تكن متوقفة. عكس ذلك بأنه حتى المواطن الآن ما يقدرش عاد يشتري أي منتجات غذائية ولا عاد مشروبات ولا عاد وصولة الترفيه اللي كان موصولة أول بأهل عدن ما عاد يقدر. السرعة اللي من الخارج ارتفاع بها أقل 70% 60% أقل شيء. ارتفاع العملة يؤدي إلى ارتفاع البضائع. التاجر إذا كان رأس ماله مثلا محدد يعني مثلا بريال يمني 10 مليون، البضاعة اللي كان يشتريها ب 10 مليون مش قادر يشتريها بعدها ب 10 مليون لأنها زاد سعرها. من هنا معناته أن رأس ماله مالها بيقل. هو متأثر. يعني زي ما هو متأثر المواطن نفسه. الحكومة الشرعية وبالرغم من مقدرتها على نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن إلا أنها تبدو عاجزة عن إيقاف التدهور المتسارع للعملة الوطنية
نظرا لشحة السيولة النقدية كما يرى مراقبون، في الوقت الذي لا يمارس فيه البنك دوره الرقابي على المصارف والبنوك. أولا عدم تواجد العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي لأنه لم يدخل لنا أي عملة أجنبية. ثانيا في طلب للتجار من العملة الصعبة لم نقدر على توفرها، لذلك اضطر التجار لشرائها بسعر مرتفع من أجل توفيرها بالسوق. ما فيش هناك مثلا قانون أو ما فيش هناك إدارة لتضبط هذا الشيء، والذي ممثلة بالبنك المركزي الذي هو مفروض أن يكون متحكم بالشيء هذا، جانب اقتصادي ضابط العملة ضابط سعرها ما بين الصرافين ما بين البنك ما بين التجار بحيث أن الأمور تستقر. الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم دكتور نناقش موضوع العملة وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الأخرى وكذلك العملات العربية. ما هو وضع الريال اليمني اليوم؟ وضع الريال اليمني اليوم أنه وقع تحت ضغط 4 عوامل أساسية أدت إلى هذا التدهور الكبير. العامل الأول وهو العامل الهيكلي وهو انخفاض إيرادات الدولة من صادرات النفط والغاز بحدود 2.5 مليار، انخفاض إيرادات السياحة بحدود 1 مليار، انخفاض إيرادات الاستثمار بحدود 1.5 مليار، أيضا انخفاض المساعدات حوالي 0.5 مليار، انخفاض القروض توقف القروض بحدود 0.5 مليار، أيضا توقف صادرات الخضار والفواكه والأسماك والبن والعسل أيضا هذا في حدود 1.5 مليار. هذه في حدود 8 مليار دولار انخفاض هيكلي في صادرات البلد، وبالتالي انخفاض الإيرادات. هذا السبب الأول. نعم. هناك سبب ثاني دائما يظهر في شهر رجب وشعبان، هذا السبب هو أنه الحج والعمرة ومستلزمات رمضان. نعم. التجار يحتاجون إلى مستلزمات رمضان وبالتالي يشترون العملة، المعتمرون يريدون عملة من أجل الذهاب إلى في رمضان، وأيضا الحجاج يبدأون من الآن بجمع الأموال من أجل الذهاب إلى الحج. أيضا في سبب ثالث وهو السبب النفسي، عامل نفسي بسبب ما يتم إعلانه من في حكومة الإنقلابيين من أنهم سوف يستخدمون الكوبون من أجل دفع المرتبات، واستخدام الكوبون إذا تم فعليا سوف يخلق دربكة كبيرة وسوف يؤدي إلى يعني تدمير الجهاز المصرفي، وبالتالي هذا يجعل المواطن يذهب إلى العملة لكي يحتمي من هذه الإجراءات، بالإضافة إلى أنه كل هذه العوامل المؤقتة مثل الحج والعمرة وغيرها والعوامل النفسية لا يوجد لدينا احتياطي نقدي لمعالجة هذه المشكلة بعد أن تم الاستيلاء واستهلاك الاحتياطي النقدي لليمن في المجهود الحربي. نعم دكتور، ما هي مهام البنك الأهلي للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني؟ البنك الأهلي هو أحد البنوك التجارية الموجودة في اليمن، وهو ضمن 25 بنك موجود في اليمن، وله مهام كثيرة. مهامه له 23 مهمة، يعني النظام الأساسي للبنك الأهلي اليمني أعطى للبنك الأهلي اليمني 23 مهمة. من ضمن هذه المهام هي قبول الودائع، قبول حسابات التوفير والحسابات الجارية، أيضا فتح الاعتمادات المستندية، خطابات الضمان، الحوالات الأجنبية والحوالات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك فإنه من مهام البنك المركزي تمويل المشاريع الموجودة في البلد، من ضمنه تمويل العقارات الموجودة. يعني من ضمن مهام البنك الأهلي التي لا يقوم الآن بتنفيذها الاكتتاب في الأسهم، لا يقوم بتنفيذها بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور للبلد. البنك الأهلي من بين 23 مهمة التي هو مكلف بها لا يقوم حتى الآن إلا ب 11 مهمة فقط، وهي المهام التقليدية. لكن هناك مهام غير تقليدية من ضمنها الاكتتاب في الأسهم، من ضمنها إنشاء الشركات. إن شاء الله في القريب العاجل نحن نهيئ البيئة الإدارية والبيئة المالية والبيئة الاقتصادية
من أجل تنفيذ هذه المهام. نعم. هذه المهام هي عدم تنفيذها الآن هو بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب القصور في ماذا بيد البنك الأهلي أن يصنع؟ يعني إذا ظل الكساد الاقتصادي على ما هو عليه ولم تستطع البلد اليمن بشكل عام الخروج إلى وضع الانفتاح الاقتصادي، إن شاء الله أنه هذا الكلام لن يتم، إن شاء الله أنه سننتقل بكل تأكيد بانتهاء هذه الحرب التي فجرها الانقلابيون. سوف يعني يكون أمام اليمن مستقبل كبير. نحن موعودون في مؤتمر الرياض وقبلها وبعدها بأن نكون أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. اليمن موعودة بإعادة الإعمار، اليمن موعودة أيضا. يعني هل الرهان هو الدخول إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي؟ نعم، نحن نراهن بشكل كبير ولدينا وعود، ليست مراهنة دون أسباب، لدينا وعود بأن اليمن سوف يتم إدماجها في اقتصاد دول الخليج العربي، وأيضا لدينا وعود ووعود جادة بأن اليمن سوف يعاد إعمارها وسوف يخصص لها مشروع مارشال. بعد انتقال البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، لماذا هناك مهام متبقية في البنك المركزي في صنعاء؟ البنك المركزي في عدن إلى الآن يمارس مهام إصدار العملة، مهام لكنه لا يمارس حتى الآن مهام الرقابة على البنوك ولا المهام الأخرى، هو يمارس عدد من المهام وأبقى مهمة أو مهمتين في صنعاء، في فرع، لدى فرع البنك المركزي في صنعاء. العلاقة بينكم وبين صنعاء؟ لم يبقى لدينا علاقة بيننا وبين صنعاء بعد نقل البنك المركزي، ولكن هناك بعض المهام التي لا تزال يمارسها فرع البنك المركزي في صنعاء، لا نزال نتواصل مع هذه المهام، وخاصة في جوانب الإحصاء، في جوانب الرقابة والتفتيش وفي الجوانب الأخرى، ونحن نمد هذه الجهات بالبيانات والإحصائيات المطلوبة. كيف انعكس هذا الأمر، يعني وجود مهام هنا في العاصمة المؤقتة عدن في البنك المركزي ومهام أخرى لا يزال يمارسها البنك المركزي في صنعاء، كيف انعكس هذا الأمر سلبا أو إيجابا على الوضع الاقتصادي في اليمن بشكل عام؟ طبعا وجود يعني مهام أو بقاء مهام للبنك المركزي تمارس من صنعاء يدربك العمل المصرفي بشكل عام، ويجعل البنوك التجارية في حالة عدم وضوح، ولكن هذا العملية نتعامل معها كعمل يومي، وإن شاء الله يتم تجاوزها في القريب العاجل. نعم، على ذكر القريب العاجل، ما هي الحلول التي تقترحونها دكتور محمد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا وتحديدا التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن؟ الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها محافظة عدن ناتجة عن إننا لا نزال في مرحلة حرب، لا يزال اليمن في حالة حرب، لا يزال المعارك مستمرة. صحيح أنها انتقلت من عدن وأبين ولاحق والضالع ومأرب وغيرها إلى المناطق الشمالية، ولكن لا يزال تأثيرها، فلا نزال دولة واحدة ولا يزال عملة واحدة، والتأثير هو تأثير متبادل، فإذا اشتكى جزء تداعت له بقية الأجزاء بالسهر والحمى. الوضع الحاصل الآن في اليمن بشكل عام أن هناك محافظات تصرف لها مرتبات ومحافظات أخرى لا، لو تكرمتم بأن تشرحوا أو توضحوا الصورة بشكل أكبر بالنسبة للناس. يعني حسب معرفتي أنه كل محافظة تورد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن يتم صرف المرتبات لموظفيها. المرتبات تصرف في كافة المناطق الجنوبية، تصرف في محافظة مأرب، تصرف في محافظة الجوف، وأيضا جزئيا في تعز وصنعاء وإب أيضا. ولكن هناك مشكلة أساسية، إنه الإنقلابيون في صنعاء يرفضون الاعتراف بالبنك المركزي، يرفضون إرسال كشوفات الموظفين، ويرفضون تسليم الإيرادات إلى البنك المركزي. وفي هذه الحالة كما صرحت الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، فإنه يجب على المحافظات التي تقع تحت سلطة الإنقلابيين أولا إرسال الكشوفات، وثانيا إرسال الإيرادات
التي وصلت في صنعاء إلى 584 مليار يتم جبايتها في صنعاء. لا بل إنهم الآن قد خلقوا إيرادات غير قانونية، منها مراكز جمارك في يسلح، في نغيل يسلح، ومراكز جمارك أخرى هي مراكز غير قانونية، مما يؤكد أنهم يسعون إلى خلق كيان خاص بهم في أي منطقة كانت، كانت في العاصمة صنعاء أو كانت في صعدة أو في غيرها. نعم، هذا بالنسبة للشأن الداخلي، يعني ما يتعلق بنقل البنك المركزي وغيره وغيره. بالنسبة للدول الخارجية ودول التحالف وغيرها، هل هناك اعتراف دولي بأن البنك المركزي قد تم نقله من صنعاء، من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ البنك، العالم كله الآن يعترف بأن البنك المركزي موجود في عدن، ويتم التعامل مع البنك المركزي في عدن. السويفت الذي هو الرابطة، هو شركة تربط ما بين 700 بنك على مستوى العالم، هذا السويفت موجود في عدن، موجود في البنك المركزي في عدن، وهذا اعتراف عملي بأن البنك المركزي في عدن، ولا يمكن التعامل الخارجي إلا مع البنك المركزي في عدن. دكتور محمد، بالنسبة للرقابة على صرف العملات الأجنبية، لأن هناك تفاوت بين صراف وآخر حينما يأتي شخص مثلا يصرف الدولارات أو أي عملة أجنبية أخرى، ما مهمة الرقابة تقع على عاتق من؟ لا توجد في اليمن لدينا سوق حر، كان في السلع أو كان في العملة أو كان في الخدمات، ومعظم الخدمات بشكل أساسي، وبالتالي فإن الرقابة كما يفهمها البعض غير موجودة، بل هي غير قانونية. يمكن ضبط العملة من خلال التدخل في السوق. إذا كان البنك المركزي مثلا يريد أن يكون الصرف 251، فعليه أن يبيع دولارات ب 251، أوتوماتيكيا الصرف سيكون في السوق ب 251. ولكن إذا كان البنك المركزي يعلن بأن هناك سعر صرف 251 وهو نفسه هو لا يبيع ولا يشتري بال 251، فإنه السعر في السوق سوف يخضع لعوامل العرض والطلب. ونحن كما قلت لك في البداية، عوامل الطلب والعرض غير متوازنة، عوامل العرض غير متوازنة من فترة إلى أخرى، ولكن هل يعقل بأنها غير متوازنة في نفس الفترة ما بين مجموعة الصرافين الموجودين في مثلا في العاصمة المؤقتة عدن؟ سعر الصرف كما هو يختلف، سعر الطماط والبطاط من منطقة إلى أخرى، أيضا سعر الصرف يختلف من منطقة إلى أخرى. أيضا إذا ذهبت إلى الشارع ستجدين أي سلعة من السلع يختلف سعرها من دكان إلى آخر. بنفس الطريقة العملة تختلف سعرها من مكان إلى آخر في ظل عدم الاستقرار. في مراحل عدم الاستقرار دائما تكون هذه الحالة، إنه العملة أو أي سلعة تختلف أسعارها من مكان إلى آخر بسبب عدم توازن العرض مع الطلب. يعني ليس هناك شيء غير شرعي في اختلاف الصرافين بصرف العملات. من الناحية القانونية نحن عومنا العملة، يعني خضعت لعوامل العرض والطلب. تعويم معناته إنها جعلناها تعوم. نعم. ما دام هي تعوم معناتها خاضعة لعوامل العرض والطلب. وكما قلت لك في البداية إن هناك عدم توازن هيكلي بين العرض والطلب. يعني انخفض العرض بثمانية مليار، العرض من العملة الصعبة في السنة انخفض بثمانية مليار، بينما الطلب لا يزال ثابت. نحن في اليمن نحتاج إلى حدود 14 مليار و700 مليون دولار من أجل استيراد البضائع من الخارج، انخفض منها 8 مليار بالكامل. يعني بقت الآن تحويلات المغتربين وتحويلات حكومية وتحويلات أخرى، مساعدات في برنامج الإغاثة، في حدود 6.5 مليار. فبالتالي هذه الدربكة الكبيرة جدا التي حصلت بسبب انخفاض في العرض العملة هي التي أدت إلى ما نحن عليه الآن. بالإضافة أنه ازداد الطلب، زاد الطلب على المشتقات النفطية. سابقا كنا نقوم بتكرير النفط اليمني، الآن نشتريه من الخارج. وأيضا زاد الطلب كما قلت لك من أجل الحج والعمرة. لو كان لدينا احتياطي نقدي كان يمكن معالجة هذا السبب الموسمي المؤقت، وأيضا معالجة الأسباب النفسية الذي قلت لك هو بسبب الدربكة التي تخلقها حكومة بن حبتور. نعم. التي تريد أن تخلق الآن عملة من الهواء، وتريد أن تخلق دين وهمي، وتريد أن تخلق
عملة وهمية وتريد أن تفجر النظام المصرفي وتدمر. هل هناك الآن إجراءات بدأتم بها للحد من هذه العملية التي قد تقوم بها حكومة الإنقلابيين؟ نحن الآن إلى الآن نتنبه إلى أن هناك سيل من العملة الوهمية يمكن أن يأتي من هذه الإجراءات، لأن هذه الإجراءات هي إجراءات غير طبيعية وهي إجراءات غير اقتصادية في حال حدث، وهي إجراءات غير قانونية. يعني أكثر ما نتخوف منه حدث، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تكون وقائية؟ نحن اتخذنا كثير من الإجراءات لا يمكن أن نعلن عنها الآن، لأنها إجراءات يعني خاصة بالبنك، تحافظ على أموال المودعين وتحافظ على يعني رأس مال البنك وملاءته المالية، ونحن متنبهين إلى أنه مثل هذه الإجراءات الغير نقدية والغير قانونية والغير طبيعية نحذر بأنها سوف تفجر النظام المصرفي، وأي بنك تجاري يتعامل مع هذه الإجراءات الوهمية التي يريدون خلقها كوبونات أو هكبة، قالوا بيصلحوا هكبة للموظفين أو ما شابهها من الإجراءات الغير طبيعية والغير اقتصادية والغير نقدية والغير قانونية، سوف تدمر أي بنك يتعامل معها. فإذا مثلا كاك بنك تهادن وتعامل مع موضوع الكوبونات سوف يلاقي مصيره مصير البنك المركزي الذي كان في صنعاء، ونحن بكل تأكيد سوف نضع يعني إجراءات أو سوف نقوم بإجراءات تحد من أي تأثيرات سلبية على البنك الأهلي اليمني، ونحن بدأنا نستعد لهذه الإجراءات. دكتور محمد، الآن مع دخول شهر رمضان هل يمكن أن يحدث هناك عدم استقرار بشكل كبير للعملة اليمنية للريال اليمني؟ هو حاصل الآن كما قلت أنه عادة في شهر رجب وفي شهر شعبان يتم يحصل هناك عدم استقرار للعملة، ولكن مع دخول رمضان تبدأ تحويلات المغتربين تزداد بشكل كبير، وتبدأ أيضا تحويلات المغتربين كزكاة زكاة رمضان أو كصدقة رمضان، وتأتي هذه بمبالغ كبيرة وتؤدي إلى إعادة الاستقرار. يعني يمكن أن يحد من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، الأسعار يعني ليست مثل كل عام، هي في الأصل مرتفعة بشكل غير طبيعي، هل يمكن ما يحد من ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك؟ ممكن الحد من ارتفاع الأسعار من خلال إعادة التوازن إلى سوق الصرف، وإعادة التوازن إلى سوق الصرف أما من خلال تدخل البنك المركزي بشكل مباشر أو من خلال تشجيع. كيف يمكن أن يتدخل البنك المركزي؟ عادة كان البنك المركزي أو يجب على البنك المركزي، وهو دائما كان يتدخل البنك المركزي من خلال بيع عملة في السوق. كان البنك المركزي طوال السنوات الماضية، والبنك المركزي في أي دولة في العالم، عندما يرتفع سعر الصرف يتدخل ويبيع 100 مليون دولار ولا 200 مليون دولار، فعلى طول تهبط أسعار العملة بشكل سريع جدا. إذا ما تدخل البنك المركزي وإذا ما زادت تحويلات المغتربين، وسوف تزيد قريبا إن شاء الله مع دخول رمضان، فسوف يؤدي إلى توفر العملة الأجنبية وبالذات الريال السعودي. نحن حتى الآن لا نحصل على العملة الأجنبية إلا من المملكة العربية السعودية من تحويلات المغتربين ومن التحويلات الحكومية من المملكة العربية السعودية. نعم. الدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكلت عدن مجمعا ثقافيا وحضاريا للعديد من الشعوب والحضارات، مما أثرى موروثها الشعبي شكلا ومضمونا. تحتفظ عدن بموروث شعبي متعدد الأنماط والألوان، يعبر عن جوانب حياتية وعادات وتقاليد للإنسان الذي سكن هذه المدينة الآهلة بالتعايش والوئام.
طبيعة المناطق جغرافياً واجتماعية، إلا أن عدن شكلت مجمعاً ثقافياً للوافدين إليها من مختلف الأجناس والمدن والأرياف، محافظة في ذات الوقت على تنوع الموروث الشعبي اليمني باعتباره أحد الشواهد التاريخية والحضارية لهذه المدينة. رقصات شعبية وأهازيج وأزياء تقليدية ومشغولات ومنسوجات يمنية قديمة نفيسة نادرة تحمل في مضمونها قيمة العلاقة الاجتماعية وصورها المتعددة للإرث الشعبي الذي خلده الأسلاف. ظل الموروث اليمني يتسع باتساع مخزون الذاكرة الجامعة للجزيرة العربية باعتبار العوامل الجغرافية المتقاربة جعلت من اليمن مفردة رئيسية في إثراء الموروث الشعبي المشترك. منطقة يمنية عاداتها المختلفة وتنسجم مع موروثها الثقافي، وقد تتشابه أزياء المناطق الساحلية وتقاليدها كتهامة غربا والمهرة شرقا، ويبقى التراث يمنيا بشكله الفني في عدن ويافع وحضرموت وبقية أرياف ومدن وطننا الحبيب. رقصات وأهازيج ونقش وأزياء مطرزة بأكثر من طريقة وغيرها من أشكال الموروث الشعبي، جميعها تجسد لوحة فنية تحفظ سجل حياة مجتمعنا القديم وترسخ مفهوم الهوية الثقافية. إرث شعبي تجد كل ألوانه في عدن بمزايا فريدة لطالما ارتبطت بعمق حضاري وتاريخي ريفي وساحلي يمني ضارباً في القدم، له ملامحه وتعابيره تفوح منها رائحة أصل الحضارة اليمنية. الموروث الشعبي العدني جزءاً لا يتجزأ من الموروث اليمني المليء بالألوان المتعددة والاختلاف المتجانس. محمد الإيطالي شاب طموح تغلغل في المجتمع العدني فأبدع بتعدد مواهبه وقدراته. أهلا مسالي أحلى مستمعين لراديو لنا أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم على التردد 91.9 من الإعداد ومن التقديم، محبكم دائما وأبدا محمد الإيطالي. صوت إذاعي يتردد كل مساء على مسامع سكان العاصمة المؤقتة عدن، إنه الشاب الطموح محمد الإيطالي الذي أقحمته الهواية في مجال الإعلام وأشهرته الموهبة. أنا بحب الإذاعة يعني جدا، يعني يمكن دائما حتى بفضلها يعني على التلفزيون يعني منذ صغر، يعني معشوقتي. دائما مؤمن بأنه الإعلام هو أقصر طريق ممكن توصل فيه أفكارك وتوصل فيه إحساسك وتوصل فيه كثير من الحقائق، وكوني واحد محب لهذه البلد ولهذه يعني المعشوقة عدن، دائما أبحث على كل ما هو جديد. لم يكن الإيطالي إعلامي الموهبة فقط، بل كان الإعلام آخر نشاطاته التي أكسبته حضوراً جماهيرياً وشهرة واسعة.
تخلي الناس يستمعوا لك ساعتين على الهواء في كل يوم، ومن قبل ما يبدأ البرنامج بيضل الاتصالات لين بعد البرنامج وهم بنفس الحماس. اليوم احنا واصلين او انا واصل في برنامجي قرابة 500 حلقة، رقم كبير افتخر فيه. ناس عاشوا في التلفزيون وفي الإذاعة عشرات السنين لم يوصل لهذا الرقم، ليس غرور ولكن هو إنجاز، والإنجاز هذا كان أكيد بتحدي. يعني دائما أقول إذا أردت أن تكون يعني شخص مميز لازم تجيب شيء جديد، يعني لازم تجيب شيء جديد للناس وبتعطيهم وبتحاول. والجمهور طبعا دائما حساس ودائما لماح، يعني ممكن يحكم، لأنه الإذاعة من الصوت هو إحساس. يعني أنت ممكن إذا ما اتكلت على الجمهور بنبرة إنك فرحان أو كذا راح يكشفك من أول ما تطلع، لكن هم يظلوا ساعتين منتظرينك في كل ليلة مثل ما قلت في وجود التي في وجود الأشياء الأخرى. هذا يعني نجاح. بدايته مع الإعلام كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالإعلام التفاعلي، وكان البرنامج الفيسبوكي إحساسي باكورة الأعمال. التحقي بالإعلام أو بدايتي بالإعلام، كثير من الناس كانوا مفتكرين أنه بدأت يعني عبر هذا البرنامج، لكن كانت في خلفية سابقة أنه كان عندي برنامج عن طريق الفيسبوك قبل ما ألتحق براديو لنا. هذا اللي يمكن كانت أول طلة لي أو أول ظهور للجمهور. كان البرنامج هو اسمه إحساسي أو إحساس محمد الإيطالي، كان برنامج نفسي بحت بيتكلم أو بيناقش مشاكل ومعاناة الناس عن طريق الكتابة، عن طريق تخصيص موقع وصفحة خاصة بهذا البرنامج واسم هذا البرنامج. وخلال 3 أعوام يمكن حوالي كونت أكثر من 2000 شخص وحلينا كثير من المشاكل. ولما تقدمت لبدايتي في راديو لنا حقيقة شرحت لهم فكرة البرنامج وتشجعوا لي كثير وساندونا كثير. بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن من ميليشيا الإنقلابيين قبل نحو 2 عامين، كان محمد الإيطالي من الأصوات الإعلامية الجديدة التي خاضت تجربة العمل الإذاعي عبر الإذاعة الأهلية لنا، وحقق نجاحاً إذاعياً عبر أكثر من برنامج أهمها افتح قلبك، ومسيناكم مستفيداً من خبرته كإخصائي نفسي. في السنة الثانية من وجودي في راديو لنا، الحمد لله الآن هذه ثالث سنة أنا لي في البرنامج، عملنا برنامج متخصص، وأنا باعتقادي أنه أول برنامج في إذاعة بيظهر متخصص كون اللي بيقدمه هو أخصائي نفسي في الأساس. يعني برنامج افتح قلبك، والمادة أو البرنامج طبيعة البرنامج الناس بتتكلم بالمواضيع اللي بتحبه، أكيد بعيد عن السياسة، بتتكلم بالمواضيع اللي بتحبه ويتم معالجة هذه المشاكل مباشرة على الهواء. تخصصي كعلم النفس أعطانا كثير أو دفعة كبيرة يعني من الهدوء، وأعطانا كثير من الثقة، وأعطانا كمان اختياري للمواضيع. يعني هذه يمكن أبرز الأشياء اللي ممكن اعتمدت عليه بتخصصي، إنه في كل يوم بمواضيع نقاشي مع الجمهور لازم أربط الموضوع بالجانب النفسي، لأنه كثير حتى من الأمراض العضوية اللي إحنا بنعاني منها هي بيكون أحياناً منشئها وسببها يكون السبب النفسي. اتخذت كمان هذا الطريق، يعني علم النفس ربطته بكل مجالات اللي أنا أقوم فيها، لأنه حقيقة هو شيء مغيب في بلدنا أو شيء زيادة. وفي جديده الإذاعي يعتزم محمد الإيطالي تقديم برنامج رمضاني بعنوان سحرناكم، يناقش قضايا أخلاقية ومجتمعية، كما له طموحات أخرى ورغبة في إنتاج أفلام قصيرة عن الطفولة واحتياجاتها. إن شاء الله يعني على رمضان راح تكون لنا خطة برامجية جديدة، راح أقدم بدل مسيناكم سحرناكم. الناس بتتسحر وجبات مختلفة، لكن إحنا راح نتسحر ثقافة ونتسحر إن شاء الله أخلاق وبطريقة روحانية. وإن شاء الله كمان راح يكون برنامج جديد هو فكرة مكتسبة أو مقتبسة من برنامج تلفزيوني مشهور اسمه المسامح كريم، وهي بتكون فرصة كمان للتسامح. راح يكون عندنا كمان أول مرة ننتج في راديو لنا إنتاج خالص لراديو لنا مسلسل اسمه حوافي لنا، راح تكون كمان من بطولة هذه المسلسل بمشاركة كمان زملائي. فإن شاء الله عندي كمان مجموعة من الأفلام القصيرة، من أفلام درامية وأفلام استقصائية راح تكون يعني تتكلم عن الطفولة أو أهمية أو معاناة الطفولة والمرأة وهذه المواضيع الإنسانية إن شاء الله.
مبادرة أكسجين حياتك شكلت خطوة هامة في حياة محمد الإيطالي كناشط مجتمعي وأخصائي نفسي الذي فضل أن يكون كشريان حياة في المجتمع العدني. مشوار الحياة هو مشوار طويل، لا يمكن أن يكون على نفس الخط، نمر بصعود ونمر بهبوط، نمر بعقبات، نمر بمحطات سعيدة ونمر أيضا بمحطات حزينة، وبالتالي النفس البشرية بتتأثر، يعني حتى لو كان هذا الضرر مش واجي لي بشكل مباشر، ممكن يأتي لي عن طريق التلفزيون، يعني حدث معين في بلد معينة، أو ممكن يأتي لي باتصال هاتفي أو برسالة، وبالتالي بتختلف نفسياتنا وبتختلف مزاجياتنا. فكثير من الناس يستسهلوا الأمر، أو يمكن مصطلح الصحة النفسية غايبة عنهم تماما، يعني مربوطة حقيقة المرض النفسي وكأنه شخص مجنون. لا بالعكس، يعني مثل ما بتبحث عن الصحة أو سلامة الصحة الجسدية لازم كمان تبحث عن الصحة النفسية. نحن لا نستطيع أن نعمل جدار لأولادنا لأنفسنا نحجبهم عن المشاكل، مستحيل نعمل جدار، لكن ممكن نعلمهم طريقة بكيفية مواجهة هذه المشاكل، بكيفية التغلب. فمبادرة أكسجين حياتك هي مبادرة حقيقة قمت فيها مع شركة حياتي البشمهندسة فاطمة أنيس، عملنا هذه المبادرة، والمبادرة عملنا عدة تدريبات في الدعم النفسي، سواء كانت لإعلاميين أو لناس بسطاء عاديين أو كمان لشباب مثقف أو كمان لتدريب مدربين، وهذه كانت المبادرة حقيقة وما زالت مجانا. كانت بتساعد الأفراد على التكيف مع مجتمعهم بوصولهم إلى السلامة والاطمئنان النفسي، وأيضا للتعبير عن مشاعرهم، وحقيقة لاقت نجاح بالفترة الأخيرة بعد الحرب أو بعد الأزمة اللي مرت فيها عدن. كثير من الناس كانوا غير قادرين على بدء الخطوة الأولى للانطلاقة إلى أعمالهم أو العودة إلى أعمالهم. عبارة شهيرة دائما أقول بأنه دائما السماء زرقاء، يعني ممكن السماء تصيبها عواصف وتصيبها كثير من الرعود، لكن سرعان ما تصفي، وهكذا النفس البشرية للشخص اللي عنده إيمان بالله عز وجل. إلى جانب ما يجيده محمد الإيطالي من نشاطات، لطالما حلم أن يكون معلماً، وهذا ما تحقق له أخيراً في جامعة عدن حيث عين معيداً في كلية الآداب. كانت أمنيتي مختلفة تماماً عن أصدقائي، يعني حتى منذ الطفولة اللي كان حابب يطلع طيار واللي حابب يطلع دكتور ومهندس، كنت حابب يطلع مدرس، لأنه بعرف أنه إذا كان المدرس عنده رسالة نبيلة فإنه بيطلع جيل، يعني جيل ممتاز وجيل رائع، بل جيل مثقف، يعني وتقاس الحضارات وتقاس يعني حقيقة الأمم بثقافته. فعندما وجهت لي رسالة كي أكون معيد وليس مدرس، يعني فقط في كلية الآداب جامعة عدن في قسم الفنون الجميلة من الدكتور محمد دائل، كان يعني بمثابة شيء كبير بالنسبة لي. ضيف إلى ذلك أنه ما بدرس طلاب عاديين، بدرس طلاب فنون تشكيلية، وبالتالي محتاجين لمعاملة بسيكولوجية ونفسية خاصة، ليس طلاب عاديين. يعني الطالب العادي ممكن تتعامل معه أوكي يعني بمنهج كده، لكن الفنان بيحتاج إلى مساحة، بيحتاج إلى أنك تقدر الأنا اللي عنده، بيحتاج تقدر لموهبته يعني. وبالتالي كان تحدي كبير أنك أنت بتجيب تدرس ناس درسوك زمان ولكنهم هم فنانين لهم أسماء، يعني بعض طلابي تجاوزوا 55 عام، بعض طلابي تجاوزوا 45، كبار في السن موهوبين لهم أسماء موجودين على الساحة، بل إنهم مروا بمرحلة تدريسي، يعني إنك تعود أنت تدرسهم، فهذا كان تحدي كبير لازم تأتيهم بالإضافة. كانوا يبحثوا عن، يعني للأسف هم خريجين معهد وكانوا يبحثوا عن شهادة البكالوريوس، لأنه أول دفعة راح تتخرج من جامعة عدن بالفنون الجميلة يحملون بكالوريوس هي الدفعة اللي أنا درستها. يؤمن محمد الإيطالي بأن الفراغ من أهم مفسدات حياة الإنسان، ويصعب التخلص منه إلا بالعمل والمحاولة المستمرة في تطوير الذات والانخراط أكثر في المجتمع. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.